عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فصفى. بناء على رغبة مشاهديني اللي تابعونا في حلقة أستاذة أو المدربة سوزي ربيع، جالنا استفسارات كتير على صفحتنا وعلى برضو صفحات الدكتور، منها ومن أهمها اللي احنا إن شاء الله اخترناه النهاردة واخترناه في الفقرات اللي جاية بإذن الله، سن المراهقة عند الولد والبنت. هنتكلم النهاردة عن فترة سن المراهقة اللي بتيجي في أطفالنا اللي أو بتعدي على أطفالنا، وأكيد في كل بيت دلوقتي عنده طفل في سن المراهقة، ولو ما عندهوش عنده أطفال صغيرة طالعة وهيجي عليها فترة سن المراهقة. قبل ما ارحب بضيفتي حابه بس ان اعتذر عن وجود استاذ هشام معانا النهارده، ان شاء الله يرجع لنا ويكون معانا ان شاء الله الحلقه الجايه بخير وسلام ان شاء الله. ارحب بضيفتي وضيفه حلقتنا استشاري تربوي المدربه سوزي ربيع. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي استاذه. اخبارك؟ الحمد لله تمام بخير. طبعا انا بشكر حضرتك في بدايه حلقتي جدا على اهتمامك بمشاهدين برنامجي واهتمامك بالاستفسارات اللي جات لنا، وطبعا ان شاء الله حضرتك هتبقي معانا كل يوم ثلاث من كل اول شهر هيبقى معانا استاذه سوزي بناء على الاسئله اللي هتقترح علينا ان شاء الله. النهارده من اهم الاسئله دي يا دكتور، امتى يبتدي فتره المراهقه او سن المراهقه عند اطفالنا؟ تمام. الاول احنا طبعا من بشكركم طبعا وبشكر اداره القناه، وطبعا رغبه من المشاهدين والمتابعين للصفحات بتاعه البرنامج او صفحتي، طبعا احنا لبينا طلبهم وبرضه منتظرين متابعتهم واستفساراتهم عن اي حاجه تخص التربيه بخصوص اولادهم او التعامل معاهم ازاي، او بالنسبه لو في حاجه بالنسبه للتطوير الذاتي او الاستشارات الزوجيه، فما فيش اي مشكله في الاستشارات دي. اي حاجه هم محتاجينها ان شاء الله هنقدر باذن الله مع بعض ان احنا نلبي طلباتهم واحتياجاتهم ان شاء الله. واكيد يشرفنا الاجابات تكون من حضرتك ان شاء الله. وعايزين كده شويه معلومات كتير قوي عن السؤال اللي اتكرر كتير على صفحه البرنامج وعلى صفحه حضرتك، سن المراهقه وبدايه سن المراهقه والمعاناه بقى في السن ده. السن المحير او المرحله المحيره بالنسبه لكل اولياء الامور، ازاي نتعامل معاها؟ طب الاول نعرف يعني ايه مراهقه. المراهقه دي عباره عن وصله بين الطفوله ومرحله النضج. وصله بيمر بيها الطفل علشان يوصل لمرحله النضج، فهو الطفل الفكره كلها ان انا كولي امر انا بيبقى عندي الطفل بيحصل له تغيرات، فانا بتفاجئ بالتغيرات دي فبيحصل صدام بيني وبينه. تغيرات سلوكيه يا دكتور؟ تغيرات سلوكيه وعقليه وانفعاليه واجتماعيه، كل التصرفات دي فبتؤدي للتصادم بيني وبين الطفل. تمام. طب انا دلوقتي عرفت مرحله المراهقه ان هي واصله بين الطفوله والنضج، طب بتبدا منين او ايه السن البدايه بتاعتها؟ السن بتاع السن بدايه مرحله المراهقه بتبدا من مرحله 10 سنوات لغايه امتى؟ تمام. دي بتتفاوت على حسب نمو الطفل، يعني ممكن بتنتهي من 8 ل 11، وممكن من 11 لغايه 14 سنه، وممكن تتاخر شويه كمان. فاحنا هنمسك كل مرحله ونتكلم عليها. طبعا مع الدراسات اللي حصلت والابحاث اللي حصلت اثبتت ان تطور الذكاء والجينات اللي بتحصل الوراثيه من الاب والام، لان ده برضو بيدعي لفكره المراهقه هنتكلم عنها كمان شويه، ان مع الذكاء او نمو الذكاء بيحصل ان بتتقدم مرحله المراهقه، فبتبقى من 8 سنوات. يعني الاب والام ما يتخضوش لو بنتهم عندها 8 سنوات وبدات يحصل ظهور جسدي او تغيرات جسديه عليها، فما يتخضوش، ده حاجه طبيعيه جدا وده نمو طبيعي جدا، ما فيش اي مشكله خالص. ده بسبب التغيرات او الذكاء، ذكاء الانسان. يبقى دي الاعراض النمائيه يا دكتور صح؟ لا، الاعراض النمائيه او المراحل النمائيه ده بيحصل في النمو العقلي تمام للطفل، والنمو الجسدي والنمو الانفعالي والنمو اللغوي والنمو الاجتماعي. الجسدي وهو ده الاساس في الموضوع، والانفعالي الاثنين. ليه؟ لان الجسدي ده بيحصل تغيرات فسيولوجيه على الجسم تمام بخصوص البنت او الولد، من اول الهرمونات الولد بيحصل في حاله البلوغ اللي هو نزول السائل المنوي تمام، والبنت الدوره الشهريه.
طبعا احنا بنتكلم في حاجة ممكن تكون خاصة قوي او بالنسبة او ان احنا خليها شرقيين، فما بتبقاش الاباحة فيها او الكلام بيها بتبقى بوضوح. بص يا دكتور، هو مبدئيا لا حياء في الدين ولا حياء في العلم ده زي ما حقيقي، بيتقال، ده حقيقي. بس طبعا عشان نمسك النقطة دي نتكلم فيها بشكل اوضح للمشاهدين، محتاجة ان احنا نرتب بشكل يعني جيد جدا للأسئلة اللي هتتسأل في الموضوع ده، لأن ده طبعا يهم كل المشاهدين طبعا. الأمهات والأبهات. فاحنا مبدئيا هنتكلم بشكل يعني سريع عن النقطة دي، وفي نفس الوقت حضرتك هتوضح لنا عن سن المراهقة نفسها. تمام، ما احنا اتكلمنا اهو على العوامل النمائية. تمام، ان العوامل النمائية الأساس فيها اللي بيقلق الطفل. احنا لازم نراعي مشاعر الطفل هنا، لأن الأطفال عندهم إحساس بالقلق. هو قلقان ليه؟ لان هو اول واحد بيظهر عليه التغيرات الجسديه دي، وبيبدا يتعامل معاه ما بيبقاش عارف ايه اللي حصل ده وده سببه ايه. طب وانا كبرت ولا انا صغير؟ هو انا في الطفوله ولا انا كبير؟ ولا ايه هويتي او هويتي؟ تمام، فبيبقى محتار وحيران وقلقان وخايف في نفس الوقت. مشاعره وهو ده النمو الانفعالي بيتغير. يعني مثلا بسيط، مثال بسيط، ان الطفل الصغير لما بيلعب مع بنت جيران او بنت خالته وهو صغير، وهو عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين لغايه 8 سنين، تمام، بيبقى عادي طفل بيلعب مع طفله. ما بيحصل حاله المراهقه او بيخش في مرحله المراهقه مشاعره بتبدا تتغير، فبيحصل انجذاب، وده طبيعي جدا، امر طبيعي ان الجنس الاخر بينجذب للجنس الايه اللي عكسه المختلف عنه. فتلاقي الولد بينجذب للبنت والبنت بتنجذب للولد. تمام، فبيبقى بيحصل جواه مشاعر عاطفيه. انا شايفه ان انت عايزه في مداخله، فنتفضل نقول الو. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ام مصطفى، اهلا بحضرتك. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، اهلا بيكي. منورين والله. اتفضلي، ده بنور اتصال حضرتك وبوجودك معانا. اتفضلي، في اي استفسار حابه تستفسريه للدكتوره؟ اتفضلي. جربي تاني يا ام مصطفى، وشرفني اتصالك، حاولي تتواصلي معانا. اتفضلي يا دكتور. تمام، فهي الفكره كلها بقى مواجهه الاطفال بالحاله الجسديه والعاطفيه اللي بتحصل عندهم. فبيبقوا لوحدهم، بيبقوا تفكيرهم شغال. ليه؟ لان بيحصل نمو عقلي، فبيحصل نضوج مؤقت، هو لسه في البدايه. تمام، فبيبداوا يفكروا ويبداوا يحللوا الحاجات دي بتحصل لنا ليه، والمشاعر دي بدات تتغير جوانا ازاي، وايه اللي حصل، وايه اللي بيخليني افكر في بنت جيران او بنت خالتي عن ما كنت بلعب زمان معاها. فبيبداوا يحللوا ويبداوا يطرحوا الاسئله، فبيحصل الصدام مع اولياء الامور او مع الامهات. طبعا احنا متربيين ان احنا ما نعرفش نرد على الاسئله ديت، وما عندناش الجراءه ان احنا نتكلم في ده. لكن انا بدعي النهارده الناس ان هم لازم نقرا ولازم نعرف نتكلم مع اولادنا بشكل صحيح، ونديهم المعلومه مننا احنا اكتر. اكيد. ناخد اتصالنا. الو، السلام عليكم. الو. 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 الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. برنامج كلمة فاصلة. ايوه، مع حضرتك. مع حضرتك مها، مذيعة البرنامج. اتفضلي، تحت امرك. اهلا وسهلا حضرتك. حضرتك بس متابعينا الاول ولا؟ لا، انا بتصل بتفرج على البرنامج بالصدفة ومتابعاه طبعا، ولقيت الدكتورة فليا سؤال. يشرفنا، اتفضلي سؤالك. الاول تحياتي لحضرتك، والبرنامج مهم جدا، ويعني برنامج مفيد بصراحة جدا جدا. طبعا مش هطول على حضرتك، انا بس ليا سؤال للدكتورة. اتفضلي. انا عايزة بس اعرف اتعامل مع ابني ازاي في سن المراهقة، يعني هل اشد معاه، هل ابقى اصمم على رايي، هل اسيبه هو ياخد القرار؟ انا مش عارفه اتعامل معاه، لانه دايما عارف ان هو اللي صح وهو اللي بيعمل كل حاجه صح. مظبوط. خلاص، ان شاء الله بامر الله حضرتك كملي متابعتنا، والدكتوره اكيد هنرد على السؤال دوت. واهلا بحضرتك، اتفضلي يا دكتور. طبعا احنا هنرد على كل التساؤلات مع المتابعه في البرنامج. هتلاقي الردود يعني هتلاقي الرد، هنلاقي الرد موجود ان شاء الله باذن الله. هتلاقي فعلا الرد حضرتك الاتصال اللي جالنا من شويه، هتلاقي الرد من ضمن الاسئله اللي جات لنا، وبرده شرفنا وجود حضرتك معانا ومشاركتك معانا. اتفضلي يا دكتور. طيب تمام، احنا دلوقتي وصلنا للمراحل او العوامل النمائيه، وقلنا اتكلمنا عن النمو اللغوي والجسدي، وده النقطه المهمه
مهمة جدا ان لازم نتابع مع اولادنا، ولما يحصل لهم تغيرات زي كده نبدا نمهد لهم ايه اسباب التغيرات دي، لان بيطرح عليهم اسئله انا عندي كذا والبنت عندها كذا، طب ايه الاختلاف؟ بنبدا نوضح لهم ان الولد بيبقى اختلافه في كذا، لان ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا على الطبيعه دي. طيب نرجع للاتصال عشان الفصل معانا. ام مصطفى اهلا بحضرتك، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالك يا ام مصطفى. لو سمحتي، انا معايا ولد عنده 17 سنه. ربنا يخليه لك. دي ما على طول كان ساجي ويخرج بره كتير، ومجد وقته كله بره، ومفيش كلام ولا سمع كلام ولا اي حاجه، ومتعبني وتعب مامته وبابا، يعني مش عارفين نعمل معاه ايه. المعاناه طبعا هي بس البدايه. البدايه مع حضرتك كانت البدايه فيها صدام كتير، فهو ده اللي ادى ان يبقى في بينك وبين بعض حاجز، ما يبقاش في تواصل بينك وبينه، فهو ده السبب. ده السبب ان انتوا في مرحله المراهقه ما عرفتوش تحتووه، وما عرفتوش تفهموا التغيرات اللي حصلت جواه، فبدا يخرج للعالم اللي بره، وبدا يتصل بالناس اللي بره وبعد عنكم انتوا. طيب فطبعا من خلال برنامجنا حضرتك تابعينا، ومن خلال البرنامج انا هرد على حضرتك وعلى جميع الاتصالات ان شاء الله باذن الله. شرفني اتصالك. شكرا لحضرتك. شرفني اتصالك ام مصطفى، وتابعينا من خلال برنامجنا والدكتوره هترد عليكي. تمام. دلوقتي احنا بنتكلم عن المعاناه، فعلا انا بلاحظ ان في معاناه شديده جدا مع الاباء والامهات والاولاد، وبيحصل صدمات جدا، وبتسبب الصدمات دي لمشاكل نفسيه وعدويه للاطفال. تمام. اللي في سن المراهقه، ومن سن المراهقه لسن النضوج، يعني 17 سنه ده خلاص هو عدى مرحله المراهقه واصبح في مرحله النضوج. عايزين نتكلم عن الحاجات اللي بيكرهوها. بالظبط كده. انا برضو كنت حابه من ضمن الاسئله اللي اتسالت لنا، في السن ده او في الفتره دي الاطفال او الابناء في حاجه اكيد بيكرهوها في فتره المراهقه دي، حضرتك برضو وضحي لنا او وضحي للمشاهدين اللي بيستمعونا. بصي، هو عموما الاطفال في المرحله دي ما بيحبوش حاجات اساسيه وثابته. تمام. اللي هو الصراخ، ان هو الصوت العالي، وان انا اصرخ في وشه، وان انا ازعق له، وان انا اتعامل معاه بعنف، ده حاجه مرفوضه بالنسبه لهم. يبقى دي من اول الاجابات على ام مصطفى، صح؟ تمام. التاني حاجه الضرب، وطبعا الحاجات دي ممنوعه، يعني الضرب ده حاجه ممنوعه جدا، ممنوع ان انا اضرب واستخدم الضرب كوسيله لتاديب الطفل، لا هو مش تاديبه ولا تهذيبه، بالعكس هو تمرده وبيزود من عناده. صح. ونفوره كمان من الاب والام اللي هم بيسببوا له الالم النفسي دوت. بعد كده الانتقاد ان هو بيكره حد ينتقده، ان انا انتقده وانتقد تصرفاته. الانتقاد ده ان انا ما بقبلش التصرف اللي انت بتعمله، فاي تصرف انت بتعمله انا منتقده على طول. كل تصرفاتك غلط. وبيربي عند كمان، وما هو النقد بيسبب للطفل العناد. ليه؟ لان هو عنده سمات برضو فيه. تمام. هنتكلم بعد شويه عنها. هنبدا نعرف ايه سبب الصفات دي او السمات دي، ايه سبب رد فعله. يعني ده بيبقى ردود افعال، هو فعل قصاد رد فعل. تمام. فهو الحاجات اللي ما بيحبهاش او بيكرهوها كل المراهقين الصراخ والصوت العالي، تمام، والضرب والمقارنه والنقد. ان انت تقارنيه بنفسه او بالاخرين. بنفسه ازاي؟ يعني نقول له يا محمد انت السنه اللي فاتت كنت ممتاز، هو ايه اللي حصل لك؟ انت السنه دي ما عدتش بتذاكر ليه؟ انت مش مهتم بنفسك ليه؟ انت مش اسلوبك بقى اوحش من السنه اللي فاتت ليه؟ فالمقارنه بالذات ده جلد للذات. طيب فأنا اتفضل. معلش يا دكتور، اتفضل. اتصالات كتيرة قوي، احنا بنحاول والله نرد على قد ما نقدر، والنهارده فاتحين الاتصال على قد ما نقدر لمشاهدينا. معانا اتصال تليفوني. استاذة ايمان، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. في اي استفسار حابة تستفسريني الاستاذة سوزي؟ ربنا يخليكي منوريني الشاشة، والله دكتورة منورة الدنيا كلها. ربنا يخليكي. ميرسي جدا لزوجك. ازي حضرتك يا دكتورة؟ الحمد لله. حضرتك مدام ايمان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي حبيبتي، واهل بورسعيد. اهلا بيكي حبيبتي. طب هو محمد اللي شاف حضرتك وهيتجنن وعايز يسلم على حضرتك. طيب يقول لك انت منوره الدنيا كلها. تسلمي لي وتسلمي لمحمد، ربنا يخليه يا رب. ميرسي جدا لمحمد. ربنا يخليكي. ميرسي. مع حضرتك اهو هيسلم على حضرتك. اتفضل. واحنا اسفين للمقاطعه. لا اتفضلي. اتفضلي.
السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا محمد؟ ايه الناس شكلها بتحبك يا سيدي. تسلمي، ربنا يخليك يا رب، اللي بيحبه ربه بقى بيحب في جميع مخلوقاته. ايوه انا معاك يا محمد، اتفضل. يا خلاص يا عالجمال، ده انا اللي حبيتك من صوتك يا شيخ، بيقولك انا بحب حضرتك قوي. وانا بحبك يا حبيبي، حبك ربنا يا رب، ربنا يحبب فيك جميع مخلوقاته يا رب. ربنا يخليك يا ام سوزي. تسلمي، ربنا يخليك يا حبيبتي، من حنمشي منكم يا رب. دايما منوره الدنيا ومن نجاح لنجاح. ميرسي حبيبتي، ميرسي حبيبتي. ماشي حبيبتي، ماشي حبيبه قلبي، ماشي حبيبتي، اتفضلي، مع الف سلامه. دكتوره سوزي، عايزين نعرف ايه هي المخاطر اللي ممكن يواجهها المراهقين؟ اخطر حاجه بيواجهوها المراهقين في البيت يكون اب وام غير مهتمين بهم. ده بيسبب لهم عدم الامان، ان انا مع اب وام مش فاهميني ومش قادرين يتفاهموا التغيرات والحاجات اللي حصلت لي والمرحله اللي انا قلقان فيها وخايف فيها، فدايما بيبقى عاوز الامان. لو مش هيلاقي الامان هيلاقيه من مين؟ ما هو من ابوه وامه. فلابد ان انا ابقى واعي للمرحله اللي ابني فيها، ابقى متفاهم لتصرفاته والتصرفات اللي بتحصل منه دي، ده غصب عنه، ده امر غصب عنه، مش بيبقى قاصد ان هو يعمل ده. فانا لازم كأم واب لازم ابقى مدرك وفاهم بوعي ان ده تصرفات طبيعيه في كل يعني في المرحله ديت بالذات. فهو مش بيبقى قاصد الطفل ان هو يعملها مع ابوه وامه. تاني حاجه بيكون الانترنت. اخطر حاجه بتواجه الاطفال في المرحله دي او مرحله المراهقه ان هم بيشاهدوا الانترنت وبيتابعوا. مرحله المراهقه في العصر اللي احنا فيه اخطر بكتير بمراحل عن السنين اللي فاتت. طبعا، لان العوامل او الظواهر اللي بتحصل عندنا زمان احنا كان اخرنا التلفزيون، الشاشه الصغيره كده الجميله اللي احنا بنتكلم من خلالها، كان بيتقفل يعني يوم الساعه 9 خلاص، هو ما فيش، هو الساعه 9 في المدارس خلاص الموضوع انتهى. في السهره اللي هي الخميس والجمعه ده، والجمعه كمان خلاص ليله المدارس، فما بيبقاش فيه، وهم ثلاث قنوات على ايام بس. تمام. لكن طبعا الانترنت فتح العالم كله للاولاد، وطبعا المراقبه مهمه والاشراف مهم جدا من الاب والام، ان انا اتابع ولادي بيتفرجوا على ايه، بيشوفوا ايه. تالت حاجة وهي أخطر حاجة من وجهة نظري، الأصدقاء. والصديق قد قيل تمام إن الصديق أو الصاحب ساحب، يعني بيسحبني في أي اتجاه إن كان وحش أو حلو. فعلى حسب الصديق أو الصاحب تمام، هو اللي على حسب ما هيسحبني في المكان اللي هو فيه. فالصحبة دي من الحاجات المهمة جدا إني لازم أشرف عليها وأتابعها من الأب والأم، من خلال الأب والأم اللي واعيين لمرحلة المراهقة اللي بيمروا بيها أولادهم. طيب احنا كنا، طيب معلش ناخد اتصال تاني. ألو، السلام عليكم أستاذ حمادة. طفل، ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. ألو، اتفضل يا حبيبي، أنت معانا، اسمك إيه؟ حمادة صح؟ هما غششوني في الإيربيز، اتفضل. أنا اسمي فاطمة حمادة. أهلا بيك، عايز تسأل الدكتور في أي حاجة؟ أيوة، ممكن أسأل الدكتورة؟ اتفضل. اتفضل اتفضل يا حبيبي، اتفضل اسألني زي ما أنت عاوز، اتفضل، إيه سؤالك؟ بس استاذنك توطي التلفزيون لان انا سامعه صوتي. الو الو، اتفضل يا حبيبي عشان الوقت. يلا حبيبي. طيب لو معاك حد كبير ارجع تواصل معانا تاني واسالنا السؤال اللي انت عايزه، عشان انت مش تقريبا مش واضح الصوت عندك. استاذه سوزي، في دايما بيكون برضو مميزات عند المراهقين، عايزين برضو نعرف ايه المميزات دي. يعني في ناس هتستغرب من كلامي، احنا عارفين سن المراهقه او فتره المراهقه دي، لا دي حاجه بس، لا بيبقى فيها مميزات كده مع الطفل. طبعا إيه؟ المميزات اللي في الطفل بيبقى عنده القدره، خلاص هو بدا يبقى عنده القدره ان هو يعمل الشيء اللي انت بتكلفيه بيه. عنده حب المسؤوليه، بيحب المسؤوليه جدا، يعني مرحله التعرف والنضج والانطلاقه للعالم بتاعه الجديد، لان هو واصله هيروح لايه؟ لمرحله النضج. فهو بالتالي بيوصل للمرحله دي بايه؟ بان انا ببدا اخليه يفتح للعالم الجديد، يعني تفتح النافذه ليه للعالم الجديد اللي هو مرحله النضج بتاعه.
فالمرحله دي مرحله مهمه جدا، ان هي بيبقى الطفل بيحب المسؤوليه، فانا ابدا اشاركه، ابدا اديله مهام صغيره، ننزل نجيب حاجه من السوبر ماركت، يطلع يفرش السفره لوقت الغداء، نحاول نديله نخليه يبقى ليه شخصيه في وسط بيئته، يبقى ليه راي في وسط بيته. لو احنا بنتفق على رحله، لا تعالى نتفق مع بعض، ايه رايك يا محمد، ايه رايك يا احمد، ايه رايكم يا منى، تمام. نبدا نخليهم يخشوا في الحوار معانا. طيب انا دكتور بعد اذنك عشان خاطر اصدقائنا واعضاء البيتجات بتاعتنا، كنت نزلت امبارح ان ايه اكتر الصفات المتشابهة ما بين البنت والولد في المرحلة دي، وكان من المعروض حضرتك القي نظرة بس على الصورة، كان الرد من طبعا من ناس كتير بنفس الصفة، الحب. يعني الحاجة المشتركة ما بين البنات والولاد احساس الحب في السن ده او في الفترة بتاعت المراهقة. استاذة امل شاركتنا الرأي وانا بشكرها وبشكر كل اللي شاركنا الرأي، بس احنا بنحاول نلخص في حاجة، وان شاء الله في كل حلقة هنحاول نعرض استفسار زي كده للمشاهدين الخاصين بالبرنامج. هو الفكرة كلها العوامل المشتركة بين الولاد والبنات هي حاجة واحدة، سمات واحدة، تمام، سمات ثابتة. هو بيبقى عنيد وعنده اللامبالاة، تمام، وعنده السخرية او التلذذ بسخرية القدوة، او الفكرة كلها في ايه، ان هو كمان تقصير الاوامر، يعني ان هو بيكسر الاوامر من الطرف الثاني، هو عايز يفرض رأيه، تمام. لكن زي ما احنا اتكلمنا ان احنا بنقول لا، ده هم عندهم صفات ايجابيه، لان كل شخص بيبقى عنده ايجابي وسلبي. ما نبصش دايما على السلبيات اللي بتحصل منهم، لان دي بسبب فعلنا احنا، ده بيبقى رد فعل من الطفل. فلو بدانا نفهم الـ تصرفاتهم بسبب ايه، بسبب افعالنا احنا معاهم، يبقى لازم علينا ان احنا نبقى قارئين لمرحله المراهقه جدا، ان احنا نسال اهل الذكر المختصين لتربيه ابنائنا. ده بالنسبه لاولياء الامور، للامهات والاباء، ان انا لازم اركز على القراءه واهتم بالقراءه ومشاهده الفيديوهات او البرامج، ان انا اسال المختصين، بلاش اواجه لوحدي، بلاش اتصدم مع الولد والبنت لوحدي بدون وعي. للاسف وقت حلقتنا خلص، وطبعا يا رب نكون قدرنا نفكه على قد ما نقدر، واكيد ان شاء الله كل استفساراتكم هناخد منها الاهم وهنعرضه على الدكتوره. مشكوره، هتبقى معانا زي الايام دي من كل شهر بامر الله. شرفنا متابعتكم، والحلقه الجايه انتظرونا مع الزميل استاذ هشام يكون متواجد معانا، وشرفتيني جدا. شكرا شكرا يا ربنا يخليك. المعلومات اللي خدناها من حضرتك النهارده، شكرا شكرا، وان شاء الله نلقي تاني برضه، يبقى لينا لقاءات تانيه متجدده ان شاء الله باذن الله، ومنتظرين استفساراتهم واستشاراتهم ان شاء الله. طبعا ارقام الدكتوره عندكم، اللي حابب يتواصل معاه في اي استفسار، وهي انا يعني هنجاوب عليه من خلال برنامجنا ان شاء الله، ومن خلال ايه ارقام تليفوناتها. انتظرونا الاسبوع الجاي ان شاء الله في نفس الميعاد. الى اللقاء.